تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير وصباح الصحة وأيضا صباح السعادة. يا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. وقبل لا نبدأ الحلقة لهذا اليوم مستمعينا، أرحب بفريق عملي المبدع اليوم عندنا في الإعداد الأستاذ يوسف سعد، وفي التنسيق والمتابعة والإخراج مخرجنا المتألق دائما نمر محمد، وأيضا أرحب بالأخت آمنة آل علي معانا اليوم إن شاء الله في تقديم فقرات البرنامج. ويشرفني أيضا مستمعينا الأعزاء أن تكون معانا اليوم الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. صبحكم الله بالخير والنور والعافية يا فريقنا المبدع لهذا اليوم. مستمعينا الأعزاء، ومن خلال برنامج صحة وسعادة دائما نرحب باتصالاتكم ونرحب بمشاركاتكم وملاحظاتكم على الأرقام 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ودائما نذكر الجميع بالإجراءات الوقائية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا. ودائما مستمعينا كونوا حريصين على ترك مسافة آمنة مع الآخرين، وحافظوا دائما على لبس الكمامة وخاصة في الأماكن المغلقة. وأخيرا لا تنسون طبعا دائما غسل اليدين بشكل مستمر ولمدة لا تقل عن 20 ثانية. ومثل ما عودناكم دائما نستعرض معاكم مستمعينا برنامج فقراتنا لهذا اليوم. عندنا دائما أخبار محلية وعالمية. عناوين أخبارنا لهذا اليوم: خارطة طريق جديدة تكشف كيف تقاوم الخلايا المناعية العدوى وتتذكرها، وأيضا خبر عن قدرة البشر على إعادة إنماء أعينهم، والخبر الأخير ابتكار جهاز جديد للحصول على ماء الشرب من الهواء. ودائما فقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا على صفحات هيئة الصحة بدبي والصفحات الأخرى ذات العلاقة في الشؤون الصحية. فقرتنا لهذا اليوم مستمعينا عن خدمات هيئة الصحة بدبي وخدمات جراحة العظام والكسور. بيكون معانا الدكتور حبيب الإسماعيلي وبنتطرق معاه أكثر عن قسم العظام بمستشفى دبي وتجهيزاته والتقنيات الحديثة في هذا القسم. ومثل ما عودناكم دائما عندنا مصطلح طبي يومي في برنامج صحة الصحة وسعادة، ومصطلحنا الطبي لهذا اليوم الأمراض المدارية. وفقرة التغذية مثل ما تعرفون دائما فقرة حيوية، واليوم بنتكلم عن تغذية مرضى تقرحات الفراش. وآخر فقرة من فقرات برنامجنا لهذا اليوم حالات الاكتئاب عند كبار السن أو كبار المواطنين. هاي مستمعين الأعزاء كل فقراتنا لهذا اليوم مثل ما تلاحظون متنوعة، من أخبار سوشيال ميديا، فقرة خاصة بجراحة العظام، وفقرات أخرى متنوعة. دائما نطلب مستمعين الأعزاء تواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذكم مع أخبارنا لهذا اليوم، والخبر يقول ابتكار جهاز جديد للحصول على ماء الشرب من الهواء، وبتوضح أكثر في هذا الجانب الأخت آمنة العلي. أهلا أخوي عبد الله. ابتكر علماء أمريكيون بالتعاون مع زملائهم من كوريا الجنوبية نموذجا أوليا لوحدة تنتج الماء من الهواء حتى في حالة الرطوبة المنخفضة، ومصدر الطاقة المستخدمة بطارية شمسية. وتفيد مجلد جول بأن قبل 3 سنوات ابتكر علماء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا نظاما يعتمد على انخفاضات درجات الحرارة خلال اليوم، يسمح بتجميع الرطوبة ليلا على سطح مادة ماسة، وعندما تسخن هذه المادة في اليوم التالي بتأثير أشعة الشمس
يخرج الماء من المادة الممتصة ويتكاتف على الجانب السفلي من لوح التجميع. نعم أختي آمنة، ومن ابتكار جهاز للحصول على ماء الشرب من الهواء إلى خبر آخر على قدرة البشر على إعادة إنماء أعينهم، وجد باحثون مستمعين الأعزاء أن البشر مثلهم مثل أنواع الأسماك، لديهم أيضا القدرة على تجديد الأعضاء الحسية التالفة مثل العين. ويعتبر تلف العين أو تلف شبكية العين السبب الرئيسي مستمعين للعمى لدى البشر في جميع أنحاء العالم، وهناك استحالة في تجديد أنسجة شبكية العين بالطريقة نفسها التي نجدد بها الأنسجة التالفة الأخرى مثل الجلد أو العظام. ولكن مع ذلك فإن أنواع مثل أسماك الزرد قادرة على تجديد هذا النوع من الأنسجة، ويشترك البشر بنسبة 70% من الجينات نفسها معها، بما في ذلك النوع الذي يمنحهم القدرة على تجديد أنسجتهم الحسية البصرية. وهذا ما أوضحه عالم الأعصاب في جامعة جون هوبكنز سيث بلاتشو في دراسته. ومستمعينا من بعد أخبارنا المحلية والعالمية، ومثل ما عودناكم فقرة السوشيال ميديا مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صبحت الله بالخير وصباح الإيجابية. صبحتم الله بالنور والسرور عليكم أخي عبد الله وعلى آمن وعلى الجميع من سمعين إذاعة نور البيت. صباح النور والسعادة. اليوم ما شاء الله الاستديو يعني عامر بوجود الدكتورة هند وأيضا الأخت آمنة العلي. بس ندخل في موضوع المواضيع الشيقة لليوم. نعم. من ضمن الأمور اللي صارت خلال 24 ساعة الماضية كان مثل أناونسمنت طالع من مكتب الإعلامي لحكومة دبي، يقول اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم تقرر السماح باستئناف إقامة حفلات الأعراس في القاعات والمنشآت الفندقية وكذلك في المنازل والقاعات المؤقتة والخيام في المناطق السكنية اعتبارا من 22 أكتوبر. صحيح. يأتي هذا القرار حرصا من اللجنة على التيسير على المجتمع وتمكينه من الاحتفال بمثل هذه المناسبات الاجتماعية السعيدة وفق التقاليد السائدة مع مراعاة التطبيق الدقيق لمجموعة من الاشتراطات والتدابير الوقائية التي تكفل سلامة وصحة جميع المشاركين في مثل هذه المناسبات. نقول اللي بيعرس الحين المجال مفتوح ممكن يعرس، لكن يعني لازم ما ننسى الإجراءات الوقائية. أيضا المكتب الإعلامي حط مجموعة من النقاط إن شو الأشياء اللي لازم تكون موجودة عشان الواحد يتي مناسب. هو مو خلاص إنه فتحه والعرغات وخلاص واختلاط وواحد يختلط وشي عادي، في النهاية كورونا بعده موجود. صحيح. فلازم نحن نحاسب مو بعشاننا بس، يعني يمكن واحد قال مناعتي قوية، إذا كان عندك أمك عندك أبوك عندك أشخاص ممكن عندهم مشاكل أمراض مزمنة. من ضمن الشروط اللي هم كانوا حاطينها في الإعلان كان لازم عدد المسموح فيه 200 شخص بحد أقصى. صحيح. في الفندق و30 شخصا للخيام والمنازل بفاصل 4 أمتار مربعة للشخص الواحد من المساحة الكلية، تجنب السلام باليد والاكتفاء بإلقاء التحية، تجنب العناق والتقبيل، تجنب السلام بالأنف، ثلاثة ارتداء الكمامات طوال الوقت اللزامي وإمكانية إزالتها أثناء الجلوس، أربعة تجنب الجلوس وجها لوجه وترك مسافة لا تقل عن متر ونص بين الأشخاص، خمسة تحديد 5 أشخاص فقط للطاولة الواحدة، يعني مو ما شاء الله أمة محمد كلها على نفس الطاولة. صحيح. المهم النقطة السادسة ترك مسافة مترين بين كل طاولة وأخرى، تحديد 4 ساعات للحفل كحد أقصى في حال الشعور بأي أعراض مثل السعال أو ارتفاع درجة الحرارة يجب الامتناع عن الحضور، وآخر نقطة حث الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن على عدم حضور المناسبات. ونتمنى نحن يعني نصيحتنا ان نحن ما نضغط على الاشخاص اللي عندهم اصحاب امراض المزمنه ونطلب منهم انهم يحضرون ونشرح عليهم، في النهايه الموضوع هذا لصحتهم ولسلامتهم، وكل ما كان العدد اقل كل ما كان افضل. ايضا من ضمن الاشياء اللي كانت موجوده قناه التواصل الاجتماعي في حسابات هيئه الصحه في نصيحه وايد طلبوا منا نحن نعيد نشرها ونشرناها
كانت نصائح للطلاب في الحافلة المدرسية خلال جائحة كورونا، شو الأشياء اللي لازم يسوونها، شو الأشياء اللي مو لازم يسوونها خلال وجودهم في الحافلة المدرسية. صحيح. أيضا عن السؤال الأسبوعي عن الماموغرام، وشو الماموغرام وتفاصيل عن الماموغرام كان موجود في حسابات قنوات التواصل الاجتماعي لهيئة الصحة بدبي. هذا كله، ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة الزميلة أسماء الجناحي، شكرا لك. مستمعينا الأعزاء، عندنا فقرة الخدمات أو خدمات هيئة الصحة بدبي، خدمات جراحة العظام والكسور، ولكن بعد الفاصل. مستمعينا الأعزاء خلكم ويانا وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة يقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. ودائما مستمعين ومن خلال برنامج صحة وسعادة نذكركم بتواصلكم معنا على الأرقام 6-0-0-5-5-1-4-1-4 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4-0-0-6. ونأخذ فقرتنا الثانية، فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، واليوم موضوعنا عن خدمات جراحة العظام والكسور. مستمعينا، دائما مشكلة العظام تتعرض له الكثير من الاعتلالات الصحية أو أيضا الإصابات، وهناك طرق للمحافظة عليها قوية وصلبة، تعد من الأمور المهمة لدى الجميع. فالكل يود دائما مستمعينا أن يكون أو أن يتمتع باللياقة البدنية وبنشاط المعتاد من دون أي إعاقات. فلأهمية هذا الموضوع مستمعينا الأعزاء، يشرفنا اليوم أن يكون معنا الدكتور حبيب الإسماعيلي، استشاري العظام والكسور، وأيضا مدير برنامج الإقامة والتدريب بقسم العظام والكسور بمستشفى راشد بهيئة الصحة بدبي. دكتور حبيب الإسماعيلي، صبحك الله بالخير والنور والعافية. وعليكم السلام، صباح الخير. يا مرحبا. يا مرحبا بك دكتور. ومثل ما قلنا ان يعني أهمية قسم جراحة العظام والكسور، ومثل ما يعني ذكرنا في البداية ان من المشكلات الأساسية، وهناك طبعا الكل دائما يعني يود ان يتمتع بلياقة بدنية وبنشاط بشكل معتاد. حابين دكتور اليوم تعطينا لمحة عن قسم العظام بمستشفى راشد، وأيضا مستويات وتجهيزات هذا القسم وتقنياته. يا مرحبا لكل المستمعين. مبدئيا قسم العظام والكسور أكيد من أكبر الأقسام في مستشفى راشد. القسم اكتسب سمعة ممتازة بالدولة والمنطقة. نعم. يعني هو من أكبر الأقسام مثل ما قلت، يعني تحت قسم العظام في جراحة اليد، قسم جراحة العمود الفقري، قسم جراحة الحوض، قسم جراحة المفاصل والمفاصل الصناعية، وقسم جراحة الكسور المفتوحة والملوثة. كل هذه الأقسام تحت قسم العظام، ومثل ما قلت هو من أكبر الأقسام، يحتوي على أو يتضمن 43 دكتور من بين 9 استشاريين و 32 أخصائي. نعم. أيضا الدكتور حبيب، يعني نحن دائما يعني نفتخر بوجود يعني مركز الإصابات والحوادث في إمارة دبي، ويعد طبعا مركز الإصابات والحوادث يعني من يعني المراكز الرائدة على مستوى الشرق الأوسط. فوجود هذا المركز، مركز الإصابات والحوادث دكتور حبيب، في مستشفى راشد بدبي، لو تحدثنا بيعني آلية الربط بين القسم هذا وقسم جراحة العظام والكسور بالمستشفى. وتبدأ رحلة المريض طبعا قسم الحوادث من تحت، يعتمد على أي مريض يوصل على قسم الحوادث، يتم تنظيمه إلى أكثر من قسم، يعني أنه هل المريض هذا حالته خطيرة أو حالته مستقرة، وإذا كانت حالته خطيرة في من قسم الحوادث يبدأون بالعمل، وبعدين ينتقل المريض إلى قسم الكسور إذا عنده كسور أي مكان بالجسم،
ومثل ما قلت أو تفضلت هو من أكبر الأقسام طبعا. صحيح. ويستوعب المرضى من 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 جميع مناطق دبي ومن الإمارات الأخرى. صحيح. يعني مثلا قسم العظام من 2019 من أوائل 2019 إلى يومنا الحاضر قام قسم العظام والكسور بمستشفى راشد بإجراء أكثر من 8000 عملية بين عملية صغيرة وعملية كبيرة، وقام بخدمة أكثر من 19000 مريض ب 2019 بالعيادات الخارجية. ب 2020 قمنا بخدمة 5000 مريض بالعيادات الخارجية، وهذا بسبب الأوضاع الراهنة، فنحن كثير من المرضى تابعناهم عن خلال الهاتف. ب 2020 مثل ما قلت الأقسام طبعا تنقسم، المريض يعتمد يروح على جراحة اليد أو عنده كسر بالعمود الفقري فيروح على العمود الفقري، أو جراحة عنده كسور بالحوض فيروح على الحوض، أو كسور بالمفاصل فيروح على قسم المفاصل. نعم. تفضل دكتور. تفضل. بس من الأشياء اللي نحن طبعاً بديناها بقسم العظام اللي هو تقنية الذكاء الاصطناعي والابتكار في مجال الطب. نحن نعتبر من أوائل التخصصات اللي استجابت الأوامر العليا، وقمنا بتأقلم مع المستجدات الطبية الحديثة بجراحات المتطورة من الروبوت والرجل الآلي بتقنية بجراحة العظام. نعم. نعم دكتور حبيب، أيضا يعني مثل ما أنت تفضلت بأن يعني قسم جراحة العظام والكسور بمستشفى راشد من الأقسام المهمة والحيوية، كون يعني موجود في مستشفى راشد وأيضا مرتبط مع يعني مركز الإصابات والحوادث. طبعا أكيد دكتور يعني قسم العظام يستقبل يعني حالات مختلفة، قد تكون حالات بسيطة، قد تكون حالات وسط، وأنا متوقع أن في حالات معقدة ناتج أيضا هذه الحالات عن حوادث كبيرة في الإمارة أو من أي مكان آخر. لو تحدثنا دكتور عن مستوى الرعاية في القسم بخصوص هذه الحالات المعقدة. نعم. الرعاية طبعا ممتازة، فنحن عندنا خبرة كبيرة جدا بالحالات المعقدة. كثير من الحالات اللي توصلنا اللي هي حوادث السير، حوادث السقوط، أو بعض ما حوادث منزلية مع شريحة كبيرة من الأطفال بالحوادث المنزلية، بعضها طبعا خفيفة، لكن في كمية كبيرة من هالحوادث اللي توصلنا في حوادث السير تكون معقدة، المريض يوصل بأكثر من كسر. ويتم دائما يعني على مدار الساعة إجراء العمليات كتثبيت العظام، كتنظيف الجروح، والعمليات المعقدة بقسم العمليات من خلالنا على طول، يعني المريض ينتقل على الأقسام. طبعا نحن مستشفى راشد قسم العظام عندنا أحدث التقنيات المتواجدة بتثبيت الكسور والتثبيت الكسور والحوادث اللي توصل لها العلم لهذا الوقت يعني. صحيح. أيضا دكتور يعني مثل ما أنت تفضلت أهمية يعني القسم، لو يعني دكتور تعطينا بعض النصائح إن يعني كيف الواحد يحافظ على العظام ودائما يعني يبقي العظام بشكل دائم قوي. أول شيء طبعا التغذية، التغذية المتوازنة من أهم الأشياء، خاصة تناول منتجات الألبان في مرحلة النمو. صحيح. الرياضة بانتظام مثل المشي والسباحة، مراعاة استخدام مراتب صحية وقت النوم، الجلسة الصحية هذه مهمة جدا، خاصة الناس اللي عملهم يتطلب الجلوس لوقت طويل أمام الحاسوب أو الكمبيوتر، واللي يعني الشغل يتطلب هالشيء لازم يوقف ويمشي يعني يمشي ريوله دقيقة دقيقتين، لأن القعدة الطويلة تأثر على الظهر، تأثر على العظام، وتجيب مشاكل. صحيح. هذه من الأشياء المهمة. نعم دكتور، طبعا نحن الحقيقة شاكرين يعني وجودك معنا اليوم، و
يعني إبراز خدمات جراحة أو يعني قسم جراحة العظام والكسور بمستشفى راشد، ومثل ما تفضلت دكتور يعني الحفاظ على العظام بحيث أنه يبقى دائما قوي، لابد أن يعني الإنسان دائما يكون حريص ودائما يعني يتمتع بصحة ونمط يعني حياة صحية. نعم نعم، هذا من الأشياء المهمة جدا على الحفاظ للعظام والكسور، ويعني مرة ثانية أقول شكرا، ومستشفى راشد خصم قسم العظام والكسور مفتوح 24 ساعة لكل المشاكل بالعظام والكسور. صحيح دكتور حبيب الإسماعيلي، استشاري العظام والكسور وأيضا مدير برنامج الإقامة والتدريب بقسم العظام والكسور بمستشفى راشد بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك دكتور، وشكرا أيضا لفريقك فريق العمل معك، كل الشكر والتقدير. شكرا شكرا معك. مستمعينا الأعزاء، من فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي إلى مصطلحنا الطبي لهذا اليوم الأمراض المدارية، ولكن بعد الفاصل مستمعينا الأعزاء خلكم معنا وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. ودائما مستمعينا نرحب بتواصلكم، نرحب باتصالاتكم وملاحظاتكم على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ناخذ مستمعينا الأعزاء مصطلحنا الطبي لهذا اليوم مع الدكتورة هند العوضي. مصطلحنا الطبي لليوم هي الأمراض المدارية. إحنا نقصد بالأمراض المدارية هي كل الأمراض اللي تصير في المنطقة المدارية في المقام الأول. طبعا نستخدم هذا المصطلح بالإشارة للأمراض المعدية نتيجة للظروف المناخية اللي تكون في هاي المناطق المدارية، تكون ظروف مناخية حارة ورطبة مثل أمراض الملاريا والليشمينيا والبلهارسيا وحمى الضنك. طبعا منظمة الصحة العالمية تعتبر هذه من الأمراض المنسية بحكم أنها تقع في أفقر المجموعات السكانية ويعيشون في مناطق نائية وريفية والأحياء الفقيرة. طبعا ليش تصير تكثر الأمراض في هاي المناطق؟ نعم. بحكم ظروف السكنية الغير مناسبة، عدم حصولهم على مياه كافية، لأن احنا نعرف ان الأمراض هذه تنتقل عن طريق الماء الغير نظيف وظروف السكنية الغير نظيفة. لذلك منظمة الصحة تحاول تركز على هذه الأمراض وتذكر الناس ان هذه الأمراض غير منسية، وخصوصا ان احنا نقدر نحمي المجموعة هذه عن طريق إجراءات وقائية بسيطة جدا. نعم شكرا دكتورة هند. ومستمعينا من مصطلحنا الطبي لهذا اليوم الأمراض المدارية، بناخذ فقرة التغذية مع أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة ريهام أحمد. صباحك الله بالخير والنور والعافية. صباح النور والسرور والسعادة. أستاذ صباح النور. أستاذ ريهام، بناخذ اتصال عندنا من الأخ صالح. أخوي صالح صباحك الله بالخير والنور والعافية. والنور والسرور يا أخوي عبدالله، شحالك يا أخوي؟ بخير وسهالة، وشاكرين اتصالك الصراحة لبرنامج صحة وسعادة، ويشرفنا هذا الشيء الحقيقة. الله يجزيك خير. الله يجزيك خير. الله يجزيك. تفضل طويل العمر. شرف يا أخي. إذا كان بغيت استفسر إذا فيه خلفية عند الأخت دكتورة، ولا إذا عند نعم السكر والضغط إذا مبدئيا، يعني مثلا أنا الحين صرت مجرد حق الدكتورة يعني راسي عور شيء شيء وهذا، وقالت لي فيك سكر وضغط وهذا، يعني ما السكر الضغط اللي هناك، يعني لا شيء خفيف يعني توه. نعم أخوي صالح، الدكتورة هند العوضي معانا اليوم في الاستديو بتوضح لك الموضوع هذا إن شاء الله، وبتسمع معانا الرد منها هي. الله يسلم أخوي. إذا في مجال بعد إذا شيء ناسب من التغذية والأشياء هذه أساس الواحد يرتاح فيها شوي إن شاء الله. الله يجزيك خير. إن شاء الله بتسمع الرد.
شكرا. تفضلي دكتورة إذا عندك رد حق الأخ صالح. طبعا إذا أنا فهمت سؤاله هو يقصد أنه الظاهر في بدايات السكري نعم. كان يعاني من صداع وبعض الأعراض وراجع الطبيب والطبيب قال أنت عندك سكري صحيح. طبعا الخطوة الأولى أنك أنت تحمي نفسك أنك أنت تعالج السكري بتغيير نظام حياتك نمط حياة صحية تاكل صح ولازم أنت تراجع طبيب تغذية أو أخصائي تغذية ويعطيك الأشياء لأن في أشياء كثيرة أنت تتوقع أن السكري فقط إذا أنا أكلت سكر والطبع هذا الشيء غير صحيح أنت لازم تعرف شو هي الأشياء اللي ترفع معدل السكر عندك في الدم وتحاول أنك أنت تسوي لك نمط حياة صحي غذاء صحي ممارسة الرياضة على الأقل 30 دقيقة كل يوم 5 مرات في الأسبوع إحنا ننصحك إلى جانب تحافظ على حياة صحية وطبعا ما ننسى أنك لا تهمل مراجعة الطبيب. نعم شكرا دكتورة. وبناخذ مستمعين الأعزاء فقرة التغذية ومع الأخت ريهام وأيضا بتكون في النقاش الأخت آمنة العلي. أهلا أستاذ ريهام. أهلا وسهلا. طبعا أول شيء عبدالله نقول حق المستمعين أن تقرحات الفراش هي من المشكلات اللي تلازم المريض اللي يكون على الفراش لفترة طويلة صحيح. واليوم الأستاذ ريهام بتعطينا بداية يعني بداية مبسطة عن مشكلات التغذية لدى هؤلاء الأفراد اللي لازمون فراشهم لفترة طويلة إن شاء الله. صباح الخير للمستمعين جميعا. اليوم موضوعنا عن تغذية المرضى المصابين بتقرحات الفراش. فسمعتي نبذة بسيطة ماذا نقصد بتقرحات الفراش. عند الإصابة ببعض الحالات المرضية اللي بينتج عنها الضغط المطول على الجلد وزي ما عارفين الجلد هو خط الدفاع الأول للجسم ضد الجراثيم والبكتيريا والمواد الضارة. لما بيصير في ضغط المطول على الجلد والنسيج اللي تحت الجلد وقد يصل إلى المناطق العظمية يحد هذا من تدفق الدم للجلد فما بيصير زي تغذية صحيحة لهذه المناطق بيصير في حد من تدفق الدم إلها فهذا بصورة مختصرة ما نسميه بتقرحات الفراش. مين الأشخاص اللي بالعادة الأكثر عرضة اللي هم ممكن المسنين اللي بيواجهوا صعوبة في الحركة وغير قادرين على تغيير الوضعية أثناء النوم أو الاستلقاء أو الجلوس لفترات طويلة أو اللي بيكونوا مصابين مثلا بالشلل أو الجلوس على كرسي متحرك لفترات أيضا طويلة الناس شديدين النحاسة جدا اللي بتكون عندهم الكتلة الدهنية جدا قليلة فما في شيء يحمل المنطقة العظمية اللي تحتها فبيكونوا عرضة أيضا للإصابة بهاي التقرحات. مرضى السكر اللي بيكون السكر عندهم غير منتظم أيضا هم عرضة للإصابة بهاي التقرحات أو بنسميها البيت سورس اللي هي تقرحات الفراش. التغذية المتوازنة أكيد لها دور كبير في تغذية هؤلاء المرضى. بالبداية المحافظة على تناول وجبات غذائية متوازنة وصحية تحتوي على جميع المجموعات الغذائية لأن التغذية المتوازنة تلعب دور في صحة الجسم وتعزيز المناعة والتقوية ضد الأمراض فيجب أن نحصل على كميات السعرات الحرارية اللي بحتاجها طبعا من شخص لآخر بيختلف كمية السعرات الحرارية اللي بيحتاجها نوزعها على الوجبات الرئيسية الثلاث وعلى أيضا وجبات السناكس أو الوجبات الخفيفة نركز قدر الإمكان على البروتين البروتين جدا مهم ويجب تناول كميات كافية من البروتين سواء في الوجبات الأساسية أو في السناكس مثلا البيض على وجبات الفطور أو منتجات الحليب والأجبان والألبان البقوليات غنية بالبروتين اللحوم الحليب ومنتجاته مصدر جي ممتاز للبروتين ليش البروتين؟ لأنه بيلعب دور أساسي في تجديد الخلايا وتعويض التالف منها ومن أهمها أيضا خلايا الجلد صح. هون تجدر الإشارة أنه المرضى ممكن ما يتنا إذا ما تناول كميات الكافية من البروتين ممكن نعطيهم شيء من المكملات الغذائية اللي بتحتوي على البروتينات والفيتامينز والمعادن نوع معين مثلا من البروتينات اللي بتحتوي على الأرجينين اللي بيساعد على التئام الجروح طبعا هاي المكملات الغذائية يجب أن نحرص على أن تكون تحت إشراف طبي لأنه إذا تجاوزنا الكمية المسموحة منها ممكن تؤدي إلى ضرر فأكيد تحت إشراف الطبيب المعالج في نقطة أيضا كمان تناول الخضار والفواكه الغنية بفيتامين سي فيتامين جيم زي الحمضيات الفراولة السبانخ الأغذية اللي تحتوي على الزنك زي الحبوب الكاملة واللحوم لأنها بتلعب دور في إنتاج الكولاجين وتأخيرها بيأثر على عملية الشفاء وسرعة التئام الجروح
نعم أستاذة ريهام، شكرا شكرا لهذه المعلومات المهمة. مثل ما نقول هي التغذية المتوازنة لها، يعني الأصحاب اللي يلازمون الفراش تناسبهم تغذية متوازنة، وإن شاء الله بنتكلم أكثر في هذا الموضوع في الحلقات القادمة. شاكرين لك تواجدك أستاذة ريهام أحمد، أخصائي التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. شكرا شكرا جزيلا، يعطيكم العافية. شكرا مستمعينا الأعزاء، ومن فقرة التغذية إلى فقرة صحة المسنين وحالات الاكتئاب عند كبار السن. مستمعينا دائما يعني إلى جانب الأمراض، أمراض الشيخوخة التي يصابون بها تحاصر بعض كبار السن مشكلات اجتماعية ونفسية عديدة تقودهم إلى الاكتئاب، الأمر الذي يزيد من تعقيد ظروفهم الصحية، وتمثل طبعا في كثير من الحالات تهديدا مباشرا على صحتهم وحياتهم بشكل عام. ولأهمية هذا الموضوع مستمعينا الأعزاء، معنا اليوم الدكتور هيثم حسن مسني، أخصائي أول طب كبار المسنين بهيئة الصحة بدبي. الدكتور هيثم صبحك الله بالخير والنور والعافية. السلام عليكم، صباح الخير، أهلا وسهلا. مرحبا دكتور، صباح النور. دكتور نحن شرفنا اليوم وجودك الحقيقة معنا، وأيضا نتحدث معك عن موضوع مهم جدا اللي هي حالات الاكتئاب عند كبار السن أو كبار المواطنين. طبعا دكتور من المعروف بأن الاكتئاب ليس حالة نفسية ولكن هو مرض، ما الذي يقود يعني الإنسان العادي، يعني كيف الإنسان العادي يوصل إلى مرحلة الاكتئاب؟ طيب احنا بداية بنحب نأكد ونوضح أن الاكتئاب هو ليس ضعف الشخصية، إنما هي فعلا مشكلة طبية ولها حلول في أغلب الأحيان إن شاء الله. صحيح. بالنسبة للعوامل اللي بتسبب أو تؤدي إلى الاكتئاب، هي حقيقة عوامل كثيرة، وساعات يكون تجمع أكثر من عامل هو اللي يؤدي إلى الاكتئاب وليس وجود عامل واحد. أنا هحاول أذكر الأسباب الأكثر شيوعا بالنسبة للاكتئاب. فبداية ممكن نتكلم على شيء اسمه كيمياء الدماغ. عندنا في الدماغ يوجد حاجة اسمها الناقلات العصبية. الناقلات العصبية عبارة عن مواد كيميائية موجودة بشكل طبيعي في رأس البني آدم. ساعات بيكون تأثير الناقلات العصبية ديت وتفاعلها مع الدوائر العصبية المسؤولة عن استقرار الحاجة المزاجية يكون مختلف شوية، فبنلاقي أن أكثر الحالات اللي بتتعرض للاكتئاب يكون عندها اختلاف في تأثير المواد الكيميائية على الدوائر العصبية. عندنا من العوامل الثانية المشهورة هي الهرمونات. الله خلق البني آدم بطريقة فيها توازن حكيم جدا في الهرمونات. لما بيحصل في بعض الأحيان اختلاف في توازن الهرمونات، ممكن يكون في الشخص المعرض تؤدي إلى تغيير لحالته المزاجية. يعني من أكثر الأمثلة اللي نقولها ونذكرها هنا، ولكن مش شرط في كل الأشخاص، الحمل. ساعات الحمل عارفين إن بيحصل فيه تزايد في هرمونات ونقص في هرمونات أخرى، فبيكون الشخص معرض أكثر لبعض الحالات التغيرات المزاجية. وعلى المثيل لها أيضا بعد الولادة، طبعا بينجب الطفل وبينجب المشيمة. المشيمة ديت مع اختفائها من الجسم بيحصل دروب رهيب في بعض الهرمونات، وفي الفترة المصاحبة أو الملاحقة للولادة في بداية أول 3 شهور ساعات كثير يكون فيه اختلاف في الحالة المزاجية، وعلى غرارها الغدة الدرقية وانقطاع الصمت اللي يؤثر لتغيير الهرمونات. عندنا من العوامل الأخرى أيضا الصفات الموروثة. وجدنا أن أغلب الحالات اللي بتصاب بالاكتئاب بيكون عندهم بعض الأقارب من درجة لصيقة يكون عندهم بعض المشاكل الذهنية، ولكن دوت ليس ضروري أن كل شخص عنده شخص مصاحب عنده مشاكل عقلية أو نفسية يكون عنده نفس الوضع. أيضا الصفات سمات الشخصية من شخص لشخص بتأثر. مثلا لما يكون شخص يغلب عليه التشاؤم أو يغلب على شخصيته عدم الثقة بالنفس أو عدم تحمل النقد من الآخرين، ده بيكون برضو من أحد الأسباب اللي قد تؤدي إلى الاكتئاب. الجدير بالذكر هنا أن العوامل المحيطة لها تأثير. يعني مثلا الصدمات الكبرى. صحيح. لما شخص يتعرض لموقف صعب جدا زي مثلا موقف فقدان شخص عزيز عليه بيكون لها تأثير. فلو كانت الشخصية من الأول عندها فرصة للتأثير بيبان عليها أكثر بعض الصدمة. وجود تاريخ مرضي للاضطرابات العقلية، وجود بعض الأمراض المزمنة الخطيرة ممكن يكون لها تأثير أيضا.
صحيح دكتور. أيضا يعني إذا يعني نحب نستفسر أكثر يعني ما هي الأسباب يعني الحقيقية اللي دائما يعني تدفع كبار المواطنين أو كبار السن لدخول دائرة الاكتئاب ويعني أو الإصابة بمرض الاكتئاب؟ نعم، هو المعروف حاليا طبعا أن العالم كله ومنطقتنا العربية خصوصا بتواجه حاجة بنسميها الجرينج أوف نيشن أو يعني تشيب الأمم. طبعا متوقعين ان مع كبر السن هيكون معرض الشخص اكثر لمشاكل صحيه وايضا لمشاكل نفسيه. صحيح. بالنسبه لكبار السن بيكون في تغيرات نفسيه وبيولوجيه بتحصل على الشخص ذات نفسه. بدايه لو تكلمنا عن التغيرات البيولوجيه نقصد ان فرص التعرض لامراض هيزيد، وبالتالي هيزيد اخذ ادويه. الادويه في شكل او اخر بتؤثر على الهرمونات زي ما ذكرنا قبل شويه، فده احد الاسباب في كبار السن. نضيف إليها أيضاً أن الإحساس بقلة التأثير في المجتمع المحيط قد يدفع كبير السن أن يكون معرض أكثر لهذا المرض. أيضاً فقدان أشخاص ذي قيمة مع تقدم العمر بيكون لها تأثير عليه، ومن الحاجات التي لا يمكن أن ننساها تعرض هذه الفئة إلى العزلة، تعرضهم إلى العزلة أو تعرضهم إلى أي مرض مصاحب له فقدان الاستقلالية وهو الاعتماد على الآخر قد يكون طبعا سبب رئيسي للدخول في حالات الاكتئاب. دكتور هيثم، عندنا مداخلة أحد المستمعين عن طريق الرسائل النصية، يقول أنا عندي يعني شخص كبير في البيت ويستفسر كيف ممكن يعرف أن هذا هو يعني يمر في مرحلة اكتئاب، ما هي الأعراض اللي ممكن يعني تكون سهلة أن يعني أفراد الأسرة يكتشفون أن الشخص هذا مصاب بالاكتئاب؟ تمام. هو بصراحة كثيرا يصعب تشخيص المريض كبير السن اللي عنده اكتئاب، لأن أغلبيتنا ننتظر أن يكون فيه تغير في المزاج، بعض الأعراض الموجودة على صغار السن. أما المرض دوت في كبار السن في الأغلب بيأتي بأعراض جسدية. أقصد إيه؟ ممكن يكون المريض يشتكي بآلام كثيرة متكررة، وبعد الفحص الطبي يظهر أن لا يوجد سبب عضوي قد يكون سببه الاكتئاب. ممكن المريض يجي بمشكلة أخرى تانية، يكون شكوى الأهل هي مشاكل في الذاكرة، لكن بالفحص المطول للذاكرة اللي بيكون بيحصل في العيادة وفحص الحالة النفسية يتبين أن الموضوع أكثر هو اكتئاب. أنا عايز أقول أنه بيجي بأشكال مش شرط تكون نفسية. ممكن أيضا يجينا المريض بشكل وساوس، يجي الاكتئاب يجيله على شكل وساوس، مثلا وسوسة النظافة، كل شوية عايز ينظف، عنده اهتمام بزيادة بشكل غير مألوف على نفس الشخص. ممكن يظهر بأعراض قلق، زيادة في نبضات القلب، آلام مش محتملة، ممكن يجي بصعوبة في التنفس، والمريض بيذهب إلى المستشفى بشكل آخر وليس الأعراض الاكتئاب. ممكن يكون في اضطرابات في النوم، ممكن يكون اختلاف في الحالة المزاجية بشكل عصبي مرة واحدة. فإحنا بسهولة بنقول إذا كان في أي تغيير في شخصية كبير السن عن الطبيعي، لا يحتاج إنه يرى يشاف بشكل بشخص مخصص طبيب. يعني لو في أي تغيير في الشخصية أو في الأنشطة اللي كان بيمارسها في السابق وحاليا قلت الاهتمام المادية، ننصح إنه يبحث عن طريق طبيب. صحيح. دكتور هيثم، آخر سؤال، إذا حد من أفراد الأسرة شك إذا كبير السن عنده أعراض أو عنده اكتئاب، كيف يعني يقدر يعرف مثلا أهم 5 أو 10 نقاط تنبه الشخص أن هذا الإنسان مش فقط مو طبيعي؟ فلو يعني تعطينا بعض الأهم النقاط الرئيسية وأهم النصائح اللي يتصرف فيها الشخص إذا لاحظ هاي الأعراض. تمام أختي، عشان نخلي الموضوع أسهل بالنسبة لنا وللإخوة المستمعين، إحنا نقول كلمة واحدة، إذا كان في أي تغيير في شخصية كبير السن، إذا كان في أي تغيير مش الطبيعي، طبعا أفضل واحد يعرف الطبيعة هو الشخص الملاصق للمريض. إذا كان في أي تغيير، اختلاف في المزاج، اختلاف في ساعات النوم، آلام طالعة بزيادة، مشاكل في الذاكرة، فيفضل أفضل إن هو طبعا إحنا دايما بنقول إن الوقاية خير من العلاج، فالأفضل إن هو يعرض على طبيب. إحنا عندنا هنا في مركز سعادة كبار المواطنين عندنا عيادة صحة كبار المواطنين، كجزء من الفحص
الدوري اللي بيحصل كل 3 شهور بعد ما نخلص الأعراض وكشف الحاجات الجديدة، بنسأل عن الصحة النفسية وبنعمل زي كويستشنير بسيط كده بيعرفنا إذا كان فعلا في أي حاجة مختفية، اكتئاب مختفي أو لا. كجنرال رول احنا بنقول دايما الوقاية خير من العلاج، دايما بنحاول نعلم الشخص ان طرق التحكم بالضغط النفسي وهي مختلفة، يكون يدرك باكسرسايز بطريقة دورية، بيكون في جلسات مع ناس يحبوهم يعرف بالفعل معهم. بالفعل دكتور، طبعا احنا بس نذكر الجميع المستمعين ان ما فيها شيء وما هو مبعيب اذا الواحد اخذ كبير السن للمختص عشان يراجع ويتأكد من أنه ما يعاني من أي اكتئاب. شكرا دكتور. الدكتور هيثم حسن أخصائي أول طب كبار المسنين بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك دكتور. شكرا. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، ونتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم المعلومات المفيدة. وهذا هو دائما مستمعينا الأعزاء نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أشكر فريق العمل معي اليوم في الإعداد الأستاذ يوسف سعد، وفي التنسيق والمتابعة والإخراج مخرجنا المتألق نمر محمد، وأيضا أشكر وجود الأخت آمنة العلي، واليوم شرفتنا أيضا الدكتورة هند العوضي. تقبلوا تحياتي مستمعين الأعزاء، أنا عبد الله جمعة، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.